راكم شفتوا واش لقينا الامور من الامور هذه نتاع الشعوذه وهذا الشيء، ويمكن ابطالها. هذه الحملات هي بادره نحو حمايه مقابرنا وكذا فك طلاسم السحره والمشعوذين. ميدانيه الى ولايه تندوف من اجل تدعيم طبعا المراه الريفيه خاصه والمراه الجزائريه بصفه عامه. هذا التدعيم هو النهج الذي طبعا تم تجسيده من خلال التزامات السيد رئيس الجمهورية في البرنامج الانتخابي، وجرى تجسيده ميدانيا من خلال مخطط عمل الحكومة. ونحن نأمل أن يكون طبعا كل هذا التدعيم وترقية المرأة الريفية أن يحصن بموجب ضمانات قانونية يتضمنها مشروع تعديل الدستور، وخاصة فيما يخص تشجيع المرأة وترقيتها والتناصف بين الرجال والنساء في ميدان الشغل، وتقلد المرأة للمناصب في الهيئات والمؤسسات. موقفتنا اليوم عن سكنات لابوجي تاع المقرن 190 سكنه، نطلب من رئيس الجمهوريه التدخل في القائمه هذه، لانها القائمه وزعت غير شرعيه. القائمه هذه راهي تمدد كان بن عميس تاع فلان ودفلان فلان ودفلان. الى الوزير الاول، الى كل السلطات العليا، فتح تحقيق في قائمه السكنات. لا واحد ناس العام اللي فات ذري زوز كرايه، اليوم انا هذا في لابوجي، واللي مدوها اللي عامل فيها 80 وحدة مكرية و90 في الحمادين بنت كرت وتباعت. ماذا بينا توقيف هذه توزيع السكنات، وماذا بينا بالنقاط. القوافل الطبية التطوعية تواصل سيرها نحو الجنوب والهضاب العليا، وتحط الرحال بالمؤسسات العمومية الاستشفائية ببلدية بن سرور، والتي انطلقت في تقديم خدماتها الطبية المجانية في كل من ولايتي البرج وبسكرة، وستستقر بولاية لمسيلة إلى غاية الرابع من شهر أكتوبر لتشمل تغطيتها الصحية المناطق الظل بالولاية، بداية من بن سرور، عين الملح وسيدي عامر. قافلة الأطباء المتطوعين تضم مجموعة من الأطباء المتخصصين في العديد من التخصصات: أمراض القلب، أمراض العيون، طب الأطفال، أمراض السكري بالخصوص، عيادة متنقلة مع مؤسسة صانوفي، تضم أحدث التجهيزات فيما يتعلق بالفحوصات الطبية، كذلك تحوي على مخبر للتحاليل الطبية. الآن متواجدين على مستوى بوسعادة، بحيث ستكون تجوب أكثر من 20 بلدية على 3 محطات. المحطة الأولى بن سرور 3 أيام، بعدها عين الملح 3 أيام، وبعدها سيدي عامر. الهدف من القافلة هو الكشف المبكر عن أمراض السكري، أمراض الضغط الدموي، ومختلف الأمراض. اللي قبل كان كبير الحمد لله، ويومين راه يزداد يوم بعد يوم. نتمنى إن شاء الله من هذه المبادرات تعمم، ما تكونش مرة واحدة هكذا في العام، تعمم في مختلف مناطق الوطن، لأن يوجد كثير من المرضى، كثير من المناطق النائية اللي راهم في معاناة كبيرة. القافلة الطبية وتحت شعار باش نديروا القلب للصحة ولهنا ستستمر إلى غاية أواخر شهر نوفمبر، لتجوب مختلف المناطق النائية للولايات المقرر زيارتها من أجل توسيع التكفل الصحي وتقريب الخدمة الطبية من المواطن. دار السكر، دار القلب، دار الفرنسي، ودار التحاليل، قاموا بها كثر خير. في إطار تنفيذ البرنامج المسطر من طرف قيادة الدرك الوطني والمتمثل في مكافحة عصابات الأحياء وتجار الممنوعات، قامت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بعين دفلة ببرمجة مداهمة ليلية بإقليم كتيبة خميس مليانة، بحثا عن أوكار الإجرام بها، بحيث أسفرت العملية إلى توقيف عدة أشخاص متورطين في جرائم متفاوتة الخطورة كانوا مدججين بأسلحة بيضاء وكمية معتبرة من المخدرات بمختلف أصنافها. تطبيقا للتعديلات الأخيرة لقانون العقوبات المتعلقة بردع عصابات الأحياء التي تثبت لا أنف في نفوس السكان، قام عناصر الكتيبة بتحسيس المواطنين بالتبليغ عن أي حادثة مماثلة وطمأنتهم عن التواجد الدائم المستمر لقوات الدرك الوطني من أجل حماية أرواحهم وممتلكاتهم.
جي تي في حبس منا 500، وفي رمضان 66 يوم درناها قريب حبسنا احنا في 500 حبسنا. أموال كل صفة عامة جي تي بي وين كان، سواء في رغاية ولا في أرزي ولا في حسين مسعود ولا في أي بلاصة في القطر الجزائري، داروا قراب ألافانت كونت. واش داروا؟ رجعوا طرف وطردوا هاد الزوالية مساكين اللي هما أبرياء. في خطوة مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطني والدفع بعجلة التنمية في الجنوب الكبير، حل بولاية تمنراست وفد وزاري يترأسه وزير المناجم محمد عرقاب. الوزير وفي كلمته أمام وسائل الإعلام أكد على ضرورة إنشاء مؤسسات للاستغلال المنجمي. إمكانية هائلة وشفناها مع الوكالة ودرسناها، الآن راح نمر إلى تشجيع شركات. فيما دمنا في الذهب للاستغلال الحرفي، راح يكون لاستغلال مناجم الرخام في تمنراست وفي كل زمان. وفي السياق ذاته أشاد محمد عرقاب بالحجم الهائل للثروات التي تزخر بها الجزائر، مبرزا دورها في خلق القيمة المضافة والقضاء على البطالة وتثمين ثروات المنجمية التي تزخر بها بلادنا خاصة في جنوبنا الكبير، وبالتالي خلق الثروة وفرص عمل وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. على متن هذه الشاحنات وصلت مساعدات جمعية البركة الموجهة للعائلات المتضررة من الأمطار الأخيرة للولاية المنتدبة تيميمون، وإليكم صور بيوتهم بعد أن أصبحت خرابا. مثلا كالمبادرة بها اليوم للمقاطعة الإدارية بتيميمون بعد يعني الأمطار أو التي اجتاحت المنطقة، أن نشجع الشباب هذا والحق التمست فيهم روح خيرية وتضامنية، وتقريبا كما يقول لك باللغة العامية الناس هذو فيهم الخير، وحنا رانا هنايا باش نعاونوهم من بنات ولاد. في إطار البرنامج لإغاثة كما عودت جمعية البركة للعمل الخيري الإنساني بتنفيذ المكتب الولائي أضرار، هي جمعية البركة في حملة إغاثية أخرى من الحملات الإغاثية سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، هي الآن تحط الرحال في قافلة إغاثية أخرى هنا في ولاية أضرار بالتحديد في المقاطعة الإدارية تيميمون. القافلة تتضمن طرق غذائية، أفرشة وأغطية. القافلة كذلك تحتوي إلى تجمع ما بين الطرود الغذائية والأفرشة والأغذية. في إطار الحملة الإغاثية قامت جمعية شباب البركة أضرار بتنفيذ حملة إغاثية مستعجلة لولاية بلدية تيميمون، واليوم نقوم بتحضير طرود غذائية للعائلات المتضررة ضراء تساقطات الأمطار الأخيرة. فور وصول الشحنة وجهت إلى مستحقيها كمرحلة أولية. لكل عائلة هنا قصة وحكاية، خاصة وأن السلطات لم تحرك ساكنا على حد قولهم. المطر ماشي واحد، هذا المطر وزاد ثاني الصف الصحي هذاك كتبوش زعما كتل الاخر زاد قوى الاخر، كارثه عظمه. شوفها خراب في هذه البلاصه هذه. كاين جماعه مساكين حتى الاخر، جماعه كان عندهم حاجه الاخرين بهايم، هذوك الزوايل هذوك كاين اللي مات مسكين، كاين اللي تغرق. السلطات جات متاخره، ما جاتش في الوقت هذيك، جات الصباح جات فقدت، بصح ما دارت والو. جات شافت زعما داروا عينه، زعما جات زعما لجنه من المجلس البلدي.